وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك عبد الله بركات. عبد الله، يعني اليوم هو ثالث أيام التشريق ويتبقى طواف الوداع، حدثنا عن حال البعثة المصرية. بالفعل صح، اليوم هو اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الاخير، واكتمل بذلك رمي الجمرات وتوجه الحجاج الذين لم يكونوا متعجلين الى مكه المكرمه. وحتى هذه اللحظه ما زال الحجاج يتوافدون من منى الى مكه المكرمه لاداء طواف الافاضه بالنسبه للحجاج الذين لم يكملوا طواف الافاضه اثناء ايام التشريق. كذلك يمكن اليوم عاد بعض الحجاج في بداية الكسر الجوي إلى القاهرة، عاد بعض الحجاج من أنهوا مناسكهم إلى القاهرة في انتظار المزيد من الحجاج لإتمام أداء المناسك الخاصة بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو ركن أساسي من أركان الحج. عودة الحجاج كان بالأمس مع المتعجلين، عادوا إلى فنادق إقامتهم بمكة المكرمة، واليوم اكتمل عودة باقي الحجاج إلى فنادق إقامتهم بمكة المكرمة. وزارة الداخلية والمشرف على بعثة الحج الرسمية كانت اتخذت العديد من الإجراءات في مقدمتها توفير حافلات للمتعجلين، وكذا توفير حافلات للمتأخرين والذين لم يتعجلوا في رمي الجمرات. كل هؤلاء جاءوا إلى مكة المكرمة إلى فنادق إقامتهم القريبة والموجودة في محيط الحرم المكي الشريف ليواصلوا أداء طواف الإفاضة. يمكن احنا يعني منذ قليل كنا في الحرم المكي وكان هناك زحام شديد موجود، وكان هناك تنظيم كبير من قبل السلطات السعودية فيما يتعلق بوجود حواجز في محيط الحرم المكي ووضع مسارات محددة بحيث لا يكون هناك تزاحم كبير، وبالتالي كمان تخصيص طواف أو الصحن لطواف الإفاضة بالنسبة للحجاج وكذلك الطوابق الأخرى للتيسير عليهم. فيما يتعلق بطواف الوداع، طواف الوداع بيتم قبل أن يقوم الحاج بالسفر مباشرة إلى القاهرة أو إلى أماكن يعني العودة إلى الديار مرة أخرى، بالتالي ذلك يتم للحجاج الذين سيعودون. أما بالنسبة لباقي الحجاج فطبعا هناك يعني مدة معينة حددتها بعثة حج القرعة وهي 21 يوم. بعد اتمام 21 يوم اقامه ما بين المدينه ومكه ينهي الحجاج يعني خلاص انتهى بذلك المناسك وبيعودوا الى ارض الوطن تباعا مع بدايه اليوم. يبدا الحجاج من منقضه 21 يوم في العوده تباعا ان شاء الله تعالى الى القاهره. وسط اجراءات بالفعل وخدمات وتيسيرات استعرضناها على مدار الايام السابقه للتيسير على الحجاج. عودة سليمة بإذن الله. موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك.